السؤال الثاني، هل المسح على الشراب، شراب تقيل، ماله؟ يجوز؟ من المسائل المختلفة فيها بين العلماء. أيوه، والأصح؟ والله يعني بكل قال علماء أجلاء، وأنا أختار لنفسي عدم المسح. عدم المسح أنا أكتشف. لماذا؟ لأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين ضعيفة. المجوزون بماذا جوزوا؟ بفعل بعض الأصحاب، أصحاب رسول الله، وبالقياس على الخف. الخف ماشي، هم قاسوا على الخف فاستلزموا في الجارب ما يلزم في الخف. ما انا لو لابس خف يعني الحمد لله امسح عليه عادي؟ الخف امسح عليه عادي، مفيش اي مشكله. بالاجماع المسح على الخفين جائز بالاجماع. الله يبارك لك ويحفظك.